سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أتحدث اليوم عن آفات اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الأحبة في الله، إن أكثر ما يبدو في عصرنا إنه عصر الكلام، عصر الكلام، كلام ثم كلام ثم كلام، كلام ليل نهار لا سكوت أبدا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنا لمؤاخذون بألسنتنا، مؤاخذون أي سنعاقب بألسنتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. آفات اللسان أيها الأحبة لا تعد ولا تحصى، وفي مجالس الكلام كذب ونفاق، وغيبة ونميمة، وفحش في القول، واستهزاء، وسخرية بالآخرين أو بالأخريات. حدث ولا حرج. وأنا اخترت هذا الموضوع لأننا على مشارف رمضان، ورمضان لا يقبل من الذي يكثر الكلام، يصخب، يفحش، يهزأ، ظن أن رمضان مثله مثل الأيام الأخرى. رمضان له حرمة، رمضان شعيرة من شعائر الله العظيمة، رمضان شهر التربية، مدرسة تؤخذ منها شهادة، شهادة التزكية. الشهر الكريم المعظم، نريد قبل وصوله وحلوله وبيننا وبينه 20 يوما تقريبا، نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من إفساد الصيام بالكلام الفارغ، حذر من إفساد، من فساد أو إفساد الصيام بالكلام الفارغ، وهو أيام قرآن وأيام ذكر وأيام كلام طيب طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في طعامه وشرابه حاجة. آفة خطيرة لا بد من التنبيه إليها قبل حلول الشهر الفضيل. فكثير منا مع الأسف يتكلم بما شاء وقت ما شاء وأين ما شاء، بلا حسيب ولا رقيب على هواه، على مزاج وعلى كيف. داكشي اللي مولف في أشهر الأخرى يريد أن يدخله في رمضان، أو لا يريد أن يتركه على عتبات الشهور الأخرى ليستقبل أو يدخل في عتبة رمضان ما تغير منه شيء، ولا يريد ولا يقبل أن يتغير منه شيء. إذن من نصحناه أو تحدثنا عنه أن لا يكثر الثرثرة، المكان الذي سيتحرك فيه اللسان بكلام فارغ لا جدوى ولا فائدة من ورائه ولا طائل يرجى من ورائه، املأه بذكر الرحمن،
كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وتتضاعف الحسنات في رمضان كما تتضاعف السيئات في رمضان. فطاعة رمضان ليست كطاعة غيره، وسيئة رمضان ليست كسيئة غيره، وغش الأيام الأخرى ليست كغش رمضان، والسخرية والاستهزاء والعجب والكبرياء، هذه الأشياء كلها يجب أن ندعها وندخل إلى محراب رمضان. إذن عندما نحدث أخا أي منا رضي الله يهديك، نقص يوم أكثر من ذكر الله عز وجل وما فيه حاجة وغرض في تجارة، على قدر حاجاتك، يقول هذه حالي، ومن لا يعجبه قولي فليضرب برأسه عرض الحائط. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه أن التذكير لا بد منه، وما المسائل تعرفها والحمد لله، لكنها تذكير لنفسي وإخواني وأخواتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر كلما دخل رمضان أو قريب من رمضان، يحذر من هذا اللسان، آفة اللسان الخطيرة. دخل عمر رضي الله عنه الفاروق، فاروق هذه الأمة، دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجده في ماذا؟ يجبذ لسانه، يخرج لسانه، كي مزير لسانه بأصبعيه، يحاسب لسانه. وقال عمر: ماذا تفعل؟ غفر الله لك، ماذا تفعل؟ قال الصديق رضي الله عنه: يا عمر، هذا هو الذي أوردني الموارد، هذا هو اللي أهلكني. ماذا سنقول بالله عليكم؟ ماذا سنقول نحن الآن؟ كلام 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 كثير، وعندما نغربله أو نحسبه نحصيه نجد فيه الزلقات والزلات والخطورات على أصعدة كثيرة. ولذلك قال: هذا الذي يا عمر، هذا هو اللي هلكني، أورثني الموارد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تذكر اللسان. تذكر المسائل الغيبية احنا ما شفناهاش ما سمعهاش وما يمكن تسمعها ولا أن تراها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا: ولا ينبئك مثل خبير. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تذكر اللسان، فتقول له: يا لسان، اتق الله فينا، الله يهديك علينا، فإن نحن بك إذا استقمنا استقمت، إذا استقمت استقمنا، إذا تقديت أنت نحن بخير، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا استقمت يا لسان استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. المقول مغاربة مقولتهم: لسان ما في عظم يتحرك بكثير، حركه مكان، حركه بذكر الله، حركه بالخير. عبد الله بن مسعود تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، دخل عليه أحد أصحابه وهو كذلك ممسك بلسانه ويخاطبه، ونحن أحمق، يخاطب لسانه قائلا: يا لسان، اتق الله فيه، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا ستندم. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ شد شي كتقول شد شي تقوله من عندك ولا سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا، إن أكثر الذنوب، إن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. تربية، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خريج هذه المدرسة لن يأتي الزمان بمثلهم أبدا. وزعما تستنى يجيب شي وحدين بحال هذوك؟ أبدا أبدا. خير القرون قرني ثم الذي يلي ثم يلي الذي يلي 300 سنة فقط. وبدأت المسائل في الفتن على مستوى الفرد والجماعة على مستوى المجتمعات. قيل لبكر بن عبد الله المزني إنك تطيل الصمت، تأسكت مالك تطيل الصمت؟ فقال إن لساني سبع إن تركته أكلني. ولا يكون المسلم مسلما حقيقيا إلا إذا أسلم الناس أو سلم الناس من لسانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رواه البخاري. إذن هذا الرجل الطيب الصالح قال إن لساني سمع، لا سودان كاين شي حاجة شي مصلحة مزيانة وشي حاجة تعجب وترضي الله عز وجل، أولا وأخيرا إن لساني سبع إن تركته أكلني. أيها الإخوة، فبكلمة يدخل المرء دين الإسلام، إذا شهد أن لا إله إلا الله دخل الإسلام. وبكلمة، كلمة كفر كيخرج؟ كلمة واحدة، إن سب الله كما نسمع سب في الله وسب لدين الله، والله حرم هذا السب. ليش شي واحد سب صافي غير الدين؟ هذا تودع منه في حالة ما يغضب أو يتكلم تسمعه يسب. الله عز وجل حذرنا قال لك عندكم تسبوا الكفار، ما تسبوش الكفار لأنه غادي يسبوني، أما يسكتوش غادي يردوني، فلا تسبوا الذين يدعون من دوني فيسبوا الله عدوا بغير علم. خلي المصيبة تمشي بحالها، إذا سببته غيضطر غادي يسب، يقول لك يسب لك الله ويسب لك الدين ويسب لك الرسول ويسب الناس أجمعين. إذن كلمة يدخل بها الإسلام، كلمة يخرج بها من الإسلام، وكلمة ينال بها رضوان الله، وكلمة يسخط بها الله، وكلمة واحدة يمكن أن يتزوج بها الإنسان، يحل بها تحل به أو به المرأة، تحل بالكلمة امرأة، وبكلمة تحرم عليه، بكلمة يسعد حزين ويحزن سعيدا. شي واحد ناشط تقول لي كلمة تقلب لي الدجاج ديالو كله، كان ناشط بخير، وإذا به تلقي له كلمة تهز مشاعره وتطوف به تطوافا، ربما يتلقى ذاك النهار يخليها تفوت، ربما تبقى مع ما عمرني نسى كلمة قالها لفلان، شو ما عمر سنوات وهو كلمة باقي تحفر فيه، كلمة واحدة. وكلمة يسقط بها الإنسان من الفضيلة عفيفة، كلمة عفيفة محصنة غافلة مؤمنة يقول فيها كلمة صمشات حسن، بكلمة يتمزق شمل الأسرة، بكلمة يجتمع الناس حوله ويجتمع الشمل من جديد، ويلم الله عز وجل الشعث بالكلمة، وبالكلمة تنمو الأحقاد ينمو الحسد، تنمو الضغينة والإحن لكلمة واحدة. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول، وهذا هو خطير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماشي هذه سجلات الدولة ولا سجلات الشركات ولا سجلات، لا يضل ربي ولا ينسى، كلمة واحدة يقول انتبهوا، ما يلفظ من قول ربنا سبحانه عز وجل يرقبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اجلس في بيتك اقرأ اذكر الله عز وجل، كن في خدمة أهلك، في شغل كذا، لماذا؟ لأن سيجرك البعض إلى كلام وتسقط معه في الهوية. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين. أغفر ذنوبنا أجمعين، اصلح أمورنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
هذه تربية مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا إليها، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ الأسباب لحبس اللسان عن نهش أعراض الناس وعن الكلام غيبة أو نميمة في الناس يا رب العالمين، أينما كنا وأينما حللنا وأينما ارتحلنا. فقل الله وإياكم الخير وإلى الصواب والسداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين، على الصحابة الكرام البررة رضوان الله عليهم، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، طالما التزمنا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، أنا العقدة هي الكونترا، رد البال كونترا، أنك رضيت بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبهذا الإسلام دينا، هذه هي العقدة، وسماها الله الميثاق الغليظ. جوج الكونترا، جوج العقود، الميثاق الغليظ الذي بيننا وبين الله هو هذا، والذي جاء بك إلى المسجد عقدة، جئت لخاطرك، جئت إلى المسجد، توضأت وتهيأت للجمعة، وجئت بموجب ما في العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذه عقدة. ثم الميثاق الغليظ الذي يكون بينك وبين زوجتك، ميثاق غليظ، واحذر من اللسان واحذر من آفات، ولتحذر هي كذلك من اللسان، لأن الندية تكون بحالك بحال المرأة، هزتك التبصير هزمت صافي، هذيك هي كلمة تفسد بها العلاقة. لماذا؟ لأن المرأة لم تعرف موقعها ومكانها في المجتمع ككل، وفي الأسرة ككل، وفي بينها وبين زوجها وأبنائها ككل. لاش تنقول لي ذلك؟ لاش يمكن الاعتذار بشيء، أنا لا مشغولة وشيء، الله ثم كلمة طيبة، الله يزك بخير، لما حولوا من ثم حول دريرة ناعس، حول ميدارة مقلوب، حول كلمة طيبة تدخل الفرحة إلى القلب، تنعش الصدر، تحيي الموات. ولكن الندية، أن تكون له ندا يخدش كرامة الرجل. صافي، احنا وصلنا لهذا الزنت، لا حرك انت ذكش. لا لا لا، اختاه ايتها الامل، احفظي هذه العقدة، عقدة سماها الله ميثاقا غليظا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد، الرسول والقائد والمربي والمعلم، يضع لنا منهجية للتربية، لطهارة القلب ثم لسلامة اللسان يستقيم، طهر القلب واستقامة اللسان. فإن رواسب الجاهلية تطفو، تم كيش واحد كيدخل إلى الإسلام ولا يتوب، ها رمضان قريب إلا ومعاه الزبل المخلفات، هذاك السبل ما كيدوز لك شي بسرعة، واربعين يوم قضاء كلها في الجاهلية وبغى يدخل مباشرة تربية، لا لا أبدا، الرواسب تبقى والجاهلية تطغى والطبع يغلب التطبع. إخواني، فلا بد من مجاهدة النفس، لا بد تبكي، لا بد تندم، واربعين مشات ولا ثلاثين مشات، واش بحال البارح، واش غادي نرجعها، ولا حسبني الله علاش كي غادي تكون القضية، واش حال خوضنا، واش حال ارتراشينا، واش حال تفلينا، واش حال استهزئنا، واش حال كذا. والعلم، ها العلم الآن مع الجمعة، والعلم الآن مع الدروس، أنت الآن تستقيم أمورك شيئا،
ولكن ما تقولش الا صافي راه درنا فاصل فاصل وسنواصل الاسلام من جديد. لا لا لا. اذا لضبط اللسان وكسب الاسرار ايا كانت فامرها عظيم، والكثير منا يستهين. شباب، يا شباب الامه، يا رجال الغد، بسرعه ارجعوا الى الله، بسرعه ارجعوا الى الله. هذا مره اخرى ملي الله تعالى فتح لنا المجال، ونسال الله ان يبلغنا رمضان. ما عرفتش واش توصل 29 شعبان ولا ما توصلاش. اذا دائما انت خايف باغي تدخل، الباب قريب، ولكن ربما تاتي الموت وتفصل بينك وبين خيرات رمضان. اللهم بلغنا رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي يا ربي خلينا ندخل الى خيرات رمضان. ولكن باش نديروا خيرات رمضان بحال الزباله ديال ايام الجاهليه؟ لا لا، زباله ومخلفات وتراكمات حضارات مختلفه. حضارات، انت هناك انت هناك انت هناك انت هنا، رونتي هنا رونتي هنا. الآن تريد طهر، تريد الرجوع إلى الله عز وجل. الكثير منا يستهين بالكلام ويستهين بإفشاء الأسرار، وفساد وأي فساد. فكم حطمت هذه الكلمات ما أشرت علاقات، وكم هدمت أسرا، وكم شتتت فكرا. عرفتي فاش شتتت فكرا؟ ما كيبقاش عندك خدمة، نشاط ديال الخدمة. إلا جاتك شي كلمة قلبات، كلام زور عنك، كلام نقله البعض قلوب. لا تنقل الكلام مقلوبا، خطير. سجلوا ودي فيما بغيتي، سجلوا كلاما كلاما، قول ها شنو قال شنو قال. أما أن تعتمد على ذاكرتك فكلام يدفع كلام كلمة. أنا كنعمرو متى نسطلو كذا، ذاك المال تحتاني مشى. كذلك أن تخرج من الجمعة أنت لا تحمل معك شيئا، إذا حملت موضوع الدرس ما تقول الحل. ولذلك كلام يوغر الصدور. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم شوفوا للصحابة، أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. يا صحابة رسول الله، أنا باغي نخرج سليم الصدر، ما تقول ليش على فلان فلان قال فيك ولا كذا، لا تقول هذا. توغر صدورا، لا توغر صدري، ما تسخنوش لي الدم ديالي على فلان وكذا، كان معي علاقتي معه، لا توغر صدرا. كذلك المرأة لا تقول ما يغير الصدر، صدر زوجها ولا صدر ابنائها ولا بناتها. شاش دار لها فلان وش كذا فلان وش قال فلان، الهضره الخاوية. فتعالوا الآن نعرض صورا لذلك الجيل النقي الطيب. نسأل الله غير يجمعنا معهم في الجنة. أما تشوفهم هنا أبدا، ما كاينينش في العالم الآن. دور القارات الخمس من الهند والآسيا لتحت وأمريكا تجيو، ونحن في افريقيا واستراليا في قنت الاخر الجنوب الشرقي، لا تجد مثل هؤلاء. مثال صورة، لما عرض الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه، عرض بنته على ابي بكر، قال شو بغيت تزوج البنية. احنا في المغرب هذا نجد فيه حرجا. قال له مالنا احنا كندللوا في السلع، هما كيدللوا في السلعات. اش من سلعة بعدا؟ هذه حفصة رضي الله عنها باغيها من أبو بكر، أبو بكر سكت رضي الله عنه، ضربها واحد الصمت شدت في قلبي ديال عمر. مشى عند عثمان ما قال والو، مشى عند علي ما قال والو، حتى واحد ما كيتسنى الجواب، شكون اللي باغي يتزوج والو. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، حفصة يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بكر لما انتهى الموضوع، جاء أبو بكر إلى عمر قال ربما مقلق علي، هيك وجدت علي شيئا لأن ما رديتش عليك، لا ما رديتش عليك في موضوعي، في موضوعي حفصة عرضتها علي وأعرف قيمتها وأعرف قيمة عمر، إلا أني علمت يا أخي يا عمر. شعلش سكت؟ لأن علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها،
فسمعت ذكرها، ولذلك لا ما يمكن لي أن أتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لي أن أفشي. قال لي ليش ما تقول لي؟ قال لي ما يمكنش نفشي، لا يمكن لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تركها لقبلتها، ولكن ما دام هو يبغى فالمقدم رسول الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا نموذج واحد من بين مئات النماذج. هذا كان نموذج النساء، لا يقلق النساء. ففي النساء نموذج ونماذج طيبة مباركة. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت رسول الله الوفاة جاءت لزيارة أبيها، وتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الله، شبيهة برسول الله، الله رضي الله تعالى عنها وارضاها، حتى قالت: مشيتها كمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها وهو يحتضر فقال: مرحبا ببنيتي، أهلا، مرحبا بابنتي. محبة بينك وبين بناتك، أطبقها شوية. أجنتي، دوزينتي، فرينتي، أقفنتي، لا 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 لا، اقترب من بناتك، اقترب من بناتي، قل يا بنيتي. ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشينا لما كان صحيحا، نعس زبالة يحتضر، لما كان صحيحا يقوم ويقبلها في جبهتها ويجلسها بجنبه رضي الله عنها، ويزورها في بيت علي رضي الله عنها، يذكرها أن جاءت تطلب منه يوما، قالت: يا أبتي شوف ما جيلت يدي، تكون في فخذ ديال الخدمة وديال الرحى، مجيلت فعل مجيلة، مجيلت يدي يا أبتي. قال: أشنو بغيت؟ قلب لي على شي خدام، يعني قلب لي على شي. قال: يا واخا نجي، سير حتى للدار ونجي. حتى كانت مع علي رضي الله عنه، وقال لك بأن علي هو اللي قال لي، قالت لي شوف، قال لي: سير قول لربك، قول لي قلب لك على شي وحدة تعاونك وكذا والخير. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بنيتي، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33. وشوف هذه خارجة على ديك ديال الصلاة اللي كنديروها، كينوض واحد عدد ديال الناس بسرعة خصو يشد الباب، ما كيديرهاش، ولكن الله أكبر 34 في الصلاة، 33 33 33، فرق. وإلا كنتي نعستي فهذا باش يزول عنك التعب، جربها شوف، 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله. وقال لها: خير لك مما طلبت، رجيتي عندي تطلبين خدما أو خادما وصخرة، لكن ندير هذه، ما نجيب لك الصخره، نجيب لك خدام موجودين، ولكن ما يجيبهاش لرسول الله. قال لها: انت خير لك منك. المهم نرجع لهذا الحديث، جاءت تمشي كمشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: مرحبا ببنيتي، واجلسها عن يمينه وعن شماله. مره الزمن وقال لها مره اخرى جي هنا، ثم اصر دولها في اذنها، وعائشه لا تسمع ومعاه، فأصر لها في أذنها وبكت، قالت: ما يبكيك؟ ثم خلج وأصر لها شيء آخر وضحكت وقالت: يا فاطمة، ما أش قال لك؟ ماذا قالك في الأولى ولا في الثانية؟ بكيتي في الأولى والثانية، ضحكتي. فسألها عما قالت، قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاف مشى طم هذاك الشيء، بقى تم الى يوم القيامه، ما نقولش ذاك الشيء اللي قال. النساء نموذج الاطفال، شوف التربيه لازم من الفوق لتحت، من ذكورهم واناثهم. حنا والو لقيتي هنا عوج، تلقى بحال اذا تغض هنا ويخرج الاخر، شي مقاد في الدار شي عوج. طيب حتى الاطفال، فنستحضر انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عطي عرفت انس اعطته امه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لي: شوف انت عندك بزاف، انا شعر بانك، لان المشتغل بالدعوه الرسول والمشتغل بالعلم وكذا ما كانش عنده وقت حتى فيشري بصله، ما كيعرف كيقول
ولذلك قالت ضع هذا في بابك يا رسول الله خدمة. وقال خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي لما فعلت ولا لما تركت. خرج يوما أي الرسول صلى الله عليه وسلم وجدني ألعب مع الغلمان فسلم علينا. زيد كهدي أنا أخف بعض الناس قب بعض الناس من الكريم شوف خطيرة كيسلم عباه شد غاد وكل فوقاني له تورفو كيسلم عباه والناس الكبار والدري كيبدي يشوف عوينته سبحان الله علاش ما يسلموش عليه سبحان الله. يا تربية تربية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان ارفع قدر الولد فسيكون رجلا غدا الله أعلم شنو فيه سلم عليه. أما إلى خليتي كذا سلم كذا الدري واقف يشوف عوينته دوما في عموه أنتم ما سلموش عليه علاش؟ هذاك عندنا في المغاربة دري أنا ماشي دريس هذاك رجل حتى ترجع إلى 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 أرشيفات علماء التربية في الغرب لقى أنه ماشي دري هذاك رجل ومبدع وخطير في الدماغ ديالو أكبر من ديال الصغار قل قل 5 سنوات. المهم أنا استنتجت هنا فسلم علي وسلم على الصبيان فبعثني قلج فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك خلعت عليك قالت لأم أم سليم قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قالت أمي فيما بعثك ما حاجته قلت إنها سر يا أمي ما كاينش تخرجيها مني زعما قالت قال سر يا أمي قالت طيب لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أش درت لي شجعته قلت لي لا لا غير قول ما كنت معنا لا حد ما كنت لا لا بغيت تشوف تطلع لا قالت لا هكذا يكون الولد إذا رأيت من الولد شيئا يعجبك فشجعه قل هكذا يكون هكذا تكون الهمة ستكون لك همة وصلاح الأمة فيما في علو همة رجالها. إلى أيها الإخوة فلننظر إلى هذا الأدب الرفيع في أبي بكر وعمر وفاطمة وكذا أنس الغلام يكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحد قضية ما تفوتش المرأة لا تلح عليه كالعادة المعروفة عندنا هنا كشأن النساء اليوم بل تعلمه وتشجعه كنت عند خالتك وشنو كلت وشنو درت وشنو ما جاب داك عمك اش جاب وما عرفتي اش جاب القفام شنو فيها انت وبدا تخرج منه يد تخرج منه اصلا وتعلمه كيف يتحدث في الناس شنو بغيتي ولكن هذه الوسيله الوحيده لتصل الى ما في بيتي ما في بيت اخواله وفي بيت اعمامه. إذن هذه المرأة تعلمه كتمان السر فقد كانت الأسرة آنذاك محترمة وكانت تسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تربي أولادها على الكتمان. أما كثير من الأمهات يساعدنا على نشر وإفشائه باش تلقات ماشي حاجة يقول لي راه قسمت اللحم على جوج وعطت طريفة الولادة وأنا خلاتني وشوف من هنا ما عمرك توصل عند عمتك نهائيا على ذاك طريف اللحم اي خرجت شي حاجه اللي ما يرضيها الدري غيقول بريء قال لي راه عطاتني هاد الحلوى هادو عطات لبنتها وانا ما عطاتنيش ما عرف علاش صافي هذيك هي النهايه ديال ديك الاسره كما اشرت لكم سابقا تشتيت الاسره ما بقاش تهبش وتلقى شي حنش الى اخره بحال هاد المسائل التي يقولها المغاربه تهبش قاش ايها الاحبه في الله نسال الله ان يعافينا ويسر امرنا نسأل الله أن يهدينا لمن يحبه ويرضاه وأن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يقينا شر ألسنتنا ويقينا شر الفتن ويهدينا لما يحبه ويرضاه آمين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أدخل الجنة برحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ونسأل الله عز وجل أن يساعدنا على تربية أنفسنا وتربية أبنائنا وأهلينا وإخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا بالمسجد وأن يسعدنا بالدعوة وأن يسعدنا بالعلماء والوعاد والمرشدين المخلصين. اللهم يا ربي نسألك التوفيق والتيسير والهداية. حقق لإخواننا مساعيهم في أبنائهم وبناتهم وفي أزواجهم وفي أهليهم يا رب العالمين. نحن نقترب قليلا قليلا من شهر رمضان المبارك. اللهم يا ربي وأجواءه توحي حتى الأجواء توحي الآن الذين يصومون شعبان غير تحس بأنك تعيش من الآن رمضان.
اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا واصلح امورنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم يا رب نسألك أن تشافي إخواننا، اللهم اشفيهم وأخواتنا، اللهم نفس الضائقة على كل واحد منا، اللهم اجعل بلدنا بلدا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم نفس الأهوال على إخواننا في بلاد المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وارزقنا الشكر يا رب العالمين، واصلح أمورنا حتى نترك رواسب جاهليتنا جانب وندخل بطهر، وندخل بأرجلنا اليمنى كما دخلت المسجد باليمنى تخرج هنا باليسرى إلى فضلات الدنيا. علاش كيقول لك ادخل باليمنى وخرج باليسرى لانك تخرج المصائب؟ دابا تشوف المصائب تخرج من هنا بجو تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ومن تقول فينا وفي إخواننا فاسمح يا رب العالمين، ومن يسعى في المسجد بخراب أسأل الله أن يعافيه وأن يهديه، ما بغينا شيء الشر أبدا، لا نريد له إلا الخير. مسجد بيت الله عندك، لا ماشي بيت كذا، بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع، ما يبغيش فيها شيء حاجة صح. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعذب الله عز وجل هنا وكل من يسعى لتفرقة شمل المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، نريد له الهداية، لا نريد الدعاء الآخر. نسأل الله التوفيق، أمير البلاد ومالكها صاحب الجلالة، اللهم وفقه للخير، اللهم يسر أمره، اللهم احفظه في سفره، اللهم يسألك أن يسعى في خير هذا الشعب وشعوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك له في ولي عهده مولاي الحسن، وبارك له في أسرته، وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه، آمين. وارزقه بطانة خير، يحبون المسؤولية، يحبون هذا البلد، بطانة خير تحب هذا البلد وتريد أن تسعى به إلى ما فيه خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.